رسميا المنتخب المصري هيلعب مع السنغال في تصفيات كأس العالم للمباراة الفاصلة اللي هتبقى إن شاء الله أول مباراة هنا في القاهرة وتاني مباراة في السنغال. حقيقي تقريبا كده كل الشعب المصري والشعوب العربية فرحانة اللي هي بعدت عن المنتخب المصري وبعدنا عن الجزائر والمغرب وتونس، وبرضه نفس الحكاية إن تونس بعدت عن المغرب وعن مصر وعن يعني الحمد لله الشعوب العربية كلها مرضية جدا جدا بالقرعة، عشان احنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية ان هي توصل معانا كأس العالم للمنتخبات الأربعة اللي هي المغرب والجزائر وتونس، وطبعا مصر في المقام الأول. نتمنى كل التوفيق. هقول لكم دلوقتي حالا القرعة أسفرت عن ايه. اهوت رسميا المباراة الفاصلة لكأس العالم، السنغال مع مصر ان شاء الله هيبقى اول مباراة هتتلعب هنا في القاهرة، وتاني مباراة على طول هعمل لكم فيديو ان شاء الله بمواعيد المباريات كلها ان شاء الله، بس انا قلت اقول لكم في خبر عاجل كده ان شاء الله. اول مباراه هتتلعب هنا في القاهره، ثاني مباراه هتتلعب في السنغال، يعني المباراه الفاصله هتبقى في السنغال، فان شاء الله نشد حيلنا يا رجاله ويبقى هنا المباراه تبقى قويه جدا ان احنا نعمل فرق سكور واحد ولا اثنين عشان لما نروح السنغال نبقى مرتاحين، عشان احنا هنلاعب ماني نجم ليفربول واللي بيلعب مع محمد صلاح في نفس الفريق بيلعب في السنغال، ما ننساش ده طبعا. اما المباراه الثانيه الجزائر وقعت طبعا مع مباراه صعبه طبعا، بس طبعا ان شاء الله الجزائر قدها ودود هتلعب مع الكاميرون، اما نيجيريا هتلعب مع غانا، اما المغرب بقى اسهل مباراه وان شاء الله المغرب هتوصل ان شاء الله هتلعب مع الكونغو او جمهوريه الكونغو. اما المباراه الخامسه فهتتلعب بين تونس ومالي. طبعا احنا عارفين ان هي اصعب مباراه في الجدول دوت اللي احنا قلناه دلوقتي، هتبقى الجزائر مع الكاميرون، والمباراة اللي هتبقى نارية وضرب نار نيجيريا وغانا. المباراة دي يا جماعة هتبقى جامدة جدا جدا جدا، يعني هتبقى من أقوى المباريات في المجموعات، لأن نيجيريا قوية جدا وغانا قوية جدا. وطبعا مباراة الجزائر ما ننساهاش مع الكاميرون، الكاميرون الجزائر اللي ودعت بطولة الأمم الأفريقية امبارح أو أول امبارح تقريبا. نتمنى لها التوفيق توصل كأس العالم طبعا معانا، وليه لأ؟ يعني إن شاء الله الجزائر توصل وتونس توصل وكل الفرق العربية توصل. إن شاء الله استنوني في فيديو جديد هقول لكم على المواعيد كاملة مكملة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر ده فرحان جدا بيه عشان طبعا السنغال فريق كنتش أتمنى تقابل منتخب عربي، بس مش عشان أي حاجة تانية. احنا ما كناش نتمنى نقابل منتخب عربي، مش عشان خايفين من المنتخبات العربية، لا عشان عايزين احنا نوصل والمنتخبات العربية كلها توصل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستناكم في قطر. لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بحر المنوعات.